تنضم إلينا من لندن الناشطة السياسية الليبية جيهان بادي. سيدة جيهان، مرحبا بك. قرار المؤتمر الوطني العام عدم تمديد أو التراجع لنقل عن التمديد، برأيك هل تم بالفعل بموجب الضغوطات الداخلية والمظاهرات، أم أن ضغوط أخرى ربما من قلب المؤتمر الوطني العام، ضغوط خارجية هي التي من ساهمت في هذا القرار؟ مساء الخير. بالتأكيد أن الحراك الشعبي هو من فرض على أعضاء المؤتمر التغيير خططهم ألف وباء، واللجوء إلى النظر إلى المبادرات الشارع الليبي، والتي تطالب بعدم التمديد، التي تطالب بالانتقال لمرحلة انتخابات مبكرة. الحاصل الآن في أروقة المؤتمر هناك خلاف بين الكتل السياسية، هل ستتم الدعوة فقط لانتخابات البرلمان أم لانتخابات البرلمان والرئاسة بنفس الوقت؟ هناك جهة حزبية أو نقدر نقول تكتل سياسي بداخل المؤتمر يريد فقط أن يتوجه الليبيون لانتخابات مبكرة برلمانية غير وليست للرئاسة، يعني فلماذا؟ لأن البرلمان يريد، هو البرلمان الجديد يريدون أن يكون هو من يعين رئيسا للدولة الليبية. ومن هنا سنعود للدائرة الأولى، يعني نحن شفنا المؤتمر الوطني هو من عين الحكومة، وشفنا كيف كانت الحكومة حكومة محاصصات وحكومة ترضية للأحزاب السياسية. لم نفهم سيدة جيهان، لماذا لا يمكن أن تجري انتخابات رئاسية أيضا؟ هم بعض الكتل السياسية بالمؤتمر الآن تتفاوض، لا تريد الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية، تريد فقط دعوة للبرلمان، وتريد البرلمان المنتخب الجديد هو من يختص بتعيين وليس انتخاب رئيس للدولة. يعني البرلمان الجديد هو من سيعين الشعب الليبي رئيسا، وهم من سيسيطر على هذا الرئيس، هذا الرئيس الذي سيعين حكومة جديدة. وهذا خطر، وأنا من هنا أطالب الشعب الليبي أن يكون متيقظ لهذا. الشعب الليبي هو من يجب أن ينتخب الرئيس حتى نتخلص من تخالط السلطة التنفيذية والتشريعية ونعود للمربع الأول من جديد. طيب سيدة جيهان، هذا ربما يعني موضوع الانتخاب جهاز تشريعي جديد، هل يمكن أن نشهد نفس التركيبة السياسية التي شهدها المؤتمر الوطني العام، أم أن هناك من يتخوف من عودة سيطرة الإخوان على حساب الليبراليين، أن تجري إعادة ترتيبات سياسية في أي جهاز ربما تشريع مقبل؟ لا نريد أن من يسيطر حاليا أو لا يسيطر، هم هي لعبة سياسية والكل يتصارع عليها. وما يجري الآن داخل أروقة المؤتمر هو استمرار لهذا الصراع بين الكتل السياسية. هم الآن يطالبون بانتخابات برلمانية مقبلة بدون مشاركة الأحزاب، لكن بالتأكيد هم لهم خططهم كأحزاب، وأنهم لن يسلموا ليبيا لفقط لأشخاص غير مؤدلجين، هم أيضا لهم أطماعهم وما يريدون التفاوض عليه. اليوم هو يوم لهم مناصب سياسية في المستقبل، ولذلك كما قلت لك هم يريدون فقط دعوة لانتخابات برلمانية ولا يريدون دعوة لانتخابات رئاسية، لأنهم يريدون السيطرة على الرئيس المقبل لليبيا ولا يريدون أن يكون هذا الشخص منتخب من قبل الشعب. سيدة جيهان، أيضا نود أن نفهم يعني حاليا ما يحصل، أنه هناك انتخابات لأعضاء لجنة الستين التي ستتولى صياغة الدستور، ما مصير هذه اللجنة بعد أن يعني قام المؤتمر الوطني بعدم التمديد أو تراجع عن هذا القرار، من الذي سيتولى أمر هذه اللجنة؟ هي اللجنة قائمة، وهم حسب ما ذكروا أن ما يجري الآن من تمديد أو من عدمه لا يختص بانتخابات لجنة الدستور وبالانتخابات، هي عمليتين منفصلتين تماما، يعني هم هذا ما يصرحون به. أيضا نحن نعلم أن لجنة الستين تم بترها وألغيت منها كرسيين لأخوتنا الأمازيغ، أين سيكون لدينا دستور مبتور لأن تم تجاهل فيه المكونات الثقافية للمجتمع الليبي، وتمت دعوة فئة له وأقصى فئة أخرى للأسف الشديد. أشكرك جزيلا الناشطة السياسية الليبية جيهان بادي من لندن، شكرا على المشاركة.